وفيديو للأخ مرتضى منصور بيقول في تصريح خطير جدا. نشوف كده مرتضى منصور بيقول ايه. الخرا اللي احنا فيه ده، انت عايز تولع مصر، انت عايز تولع البلد، ومحدش هيسمح لك. بعتذر طبعا، بس وحد بيحاسب مع مرتضى منصور؟ وحد يجرؤ في مصر يحاسب مرتضى منصور؟ ده احد فقرات النظام العسكري. في اعلامي اسمه احمد سعيد، صحفي رياضي. احمد سعيد ده عنده او كان عنده مشاكل مع مرتضى منصور، وفي مره طلع معانا زميل اسمه احمد سعيد غير احمد سعيد ده، فالدنيا كلها اتقلبت ان احمد سعيد طلع معانا. بس احمد سعيد اللي ما طلعش معانا طلع كذب وقال لا، وطلع معانا واحد تاني اسمه احمد سعيد فعلا. المهم يعني احمد سعيد الحقيقه كان اختفى، احمد سعيد التاني بقى اختفى، لكنه ظهر النهارده بشورت في محكمه طنطا الاقتصاديه. ليه بقى؟ ايه اللي ودى احمد سعيد محكمه طنطا الاقتصاديه؟ ايه تهمته يعني؟ تهمه احمد سعيد هي سب وقذف مرتضى منصور. بالشرط وصول الإعلامي أحمد سعيد لمحكمة طنطا الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور. على طب مرتضى منصور شتم مصر كلها، يعني مرتضى منصور شتم مصر كلها، شتم أمهات المصريين، شتم قامات كبيرة في مصر، ما يروحش. لكن أحمد سعيد لو جاب سيرة مرتضى منصور يروح السجن. طب بصوا بالله عليكم اسألوا نفسكم، كام طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور دخل المجلس وما توافقش عليه؟ فاكر انت رفض رفع الحصانة عنه للمرة الخمستاشر، من يحمي مرتضى منصور؟ للمرة الخمستاشر للمرة الخمستاشر ده على فكرة خبر قديم كمان، ده بعد كده الطلب كمان طلبين، يعني دخلوا في 20 مرة والمجلس بيحميه. بينما احمد سعيد، انا ما اعرفش مين احمد سعيد على فكره، احمد سعيد يتكلم على مرتضى منصور يروح السجن، فهي دوله مرتضى منصور. نشوف الفيديو جراف ده، الصحفي احمد سعيد فين؟ نشوف كده. استاذ احمد النهارده كان نازل من بيته لقى مجموعه عربيات خدته، رايحين فين؟ قالوا اسم العجوزه، اسم الاسم اهو هنا قدامه، رحنا الاسم كلنا بيقول لك مش موجود، بينكر وجوده. بص يا رم، اللي اسمك مرتضى منصور، انت مالكش لازمه ولا ليك ثمن ولا ليك قيمه. I'm gonna go get some water.